النهارده محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضت برئاسة المستشار علي عرفان بمعاقبة متهم بهتك عرض سيدات بادعائه العمل كطبيب نساء وزور الانضمام لنقابة الأطباء في منطقة الصف. طبعا حكمت عليه أولا بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير والسجن المشدد 7 سنوات عن تهمة هتك العرض. أيضا بيصل مجموع أحكامه الحبس مشدد لمدة 10 سنوات. استندت النيابة أو أسندت عفوا النيابة للمدعو صلاح حاصل في الأساس على بكالوريوس زراعة تهمة ارتكاب تزوير استمارة الحصول على بطاقة شخصية أثبت بها يعني خلاف الحقيقة. طبعا بيانات حالته الوظيفية طبعا مش صحيحة، زور إنه طبيب بشري ويعني وده على النحو أيضا المبين بالتحقيقات إنه بيعلم طبعا بهذا الامر، واشترك المتهم مع موظف في مصلحه الاحوال المدنيه في ارتكاب تزوير وتزوير وظيفته طبعا، وذلك بجعل وقائع مزوره في يعني صوره وقائع صحيحه. طبعا الشخصين او المتهمين بيعلموا بذلك، اخرج بصحه يعني بطاقه مزوره، ويعني الحقيقه التفاصيل كتير خاصه بيه هذا الشخص طبعا اللي تبين انه مش طبيب وتبين انه بيزاول المهنه لمده طويله بالمناسبه واجرى عمليات، يمكن بخصوص انه هتك عرض سيدات بغير قوه او تهديد لانه وهمهم انه طبيب نساء على نحو طبعا المبين بالتحقيقات. ايضا باكرر على حضراتكم استولى المتهم ايضا على مبالغ ماليه من عدد من السيدات طبعا لانه اوهمهم بانه طبيب نساء وتوليد وانه بيتولى علاجهم كاي طبيب، يعني تمكن بهذه الطريقه من الاستيلاء على المبالغ الماليه على النحو المبين بالتحقيقات. التحقيقات ايضا اللي اجرتها النيابه كشفت انه طبيب المزيف المتهم بالقضيه جرح احدى السيدات جرح يعني اعجزها عن انها يعني تقوم بمهامها بشكل طبيعي لمده 20 يوم. مارس مهنه الطب دون ان يكون مقيد بسجل الاطباء وبجداول الاطباء البشريين. يمكن احد الشهود شهد ان المتهم كان بيعمل طبيب نساء وتوليد منذ 7 اعوام، اجرى عدد من عمليات الولاده القيصريه والطبيعيه قبل ان يكتشف امره، شيء الحقيقه في منتهى الخطوره والصعوبه. يعني السؤال هنا كيف نجح هذا المتهم صلاح في خداع ضحاياه لمده 7 سنين كامله بدون ان يكتشف امره؟ الحقيقه انه اول مفاجات هذه القضيه كانت انه الطبيب المزيف زي ما قلنا بكالوريوس زراعه مش طبيب خالص، مش طبيب بشري، رغم انه مؤهله بعيد تماما عن الطب، لكن يعني نجح في التزوير كتير من المحررات الرسميه علشان يثبت هذه الصفه، صفه طبيب نساء وتوليد. زي ما قلنا اولها كانت في الاثباتات استمرت الحصول على بطاقه شخصيه. وتمكن من خلالها اثبات اول حاجه امام الدوله ان هو يعني طبيب بشري بيزاول المهنه. تمكن هذا الشخص صلاح من إنجاز هذه الأوراق الرسمية بمساعدة أحد الموظفين في مصلحة الأحوال المدنية. تاني المفاجآت هي إنه المتهم أجرى عمليات ولادة قيصرية وطبيعية على مدار 7 سنين، وده بعد ما امتحل صلاح صفة طبيب بشري زي ما قلنا وأجرى العديد من العمليات يعني دون أي مسؤولية، ومش عارفة إزاي أجرى هذه العمليات دون أن يكون طبيب مختص. الحقيقة ده شيء في منتهى الخطورة، بل وبيحصل على مقابل مادي من السيدات المريضات دول. الحقيقة زي ما قلنا إنه بعد 7 سنوات كاملة قضاها بكل تزييف على مرضاه ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد توجيه العديد من الاتهامات ضده، من أبرزها يمكن هتك عرض السيدات من خلال ادعائه بأنه يعني بيعمل معهن، تزوير أوراق عضوية، نقابة الأطباء. أخيرا أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء الستار على هذه القضية بالحكم على المتهم صلاح كما ذكرنا بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، بالإضافة للسجن المشدد 7 سنوات بتهمة يعني هتك عرض النساء أو السيدات اللي يعني تعامل معهم. إذا يعني شكرا لمتابعة حضرتكم، نصل معكم للختام. كانت هذه القضية وأبرز محطتها، ويعني بنسعد بصحبتكم بالتأكيد. كونوا معنا دوما إلى اللقاء.